We know that the people who are trained for palliative care are very few in Jordan. Palliative care has been defined as a medical approach for patients who is facing chronic illnesses such as cancer and other diseases. Palliative care believes that it is the right of the patients not to feel pain, lonely or afraid at all stages of their disease. It's actually a holistic approach for patients with the chronic diseases. Shubina, Shubina, ya habibi, Shubina, kintu kinna dalaina, wafterana Shubina. وبعد الشمس بتبكي عالباب وما تحكي يحكي هوا بلادي خدني خدني وخدني على بلادي. أنا شادن عمري 13 سنة. بدأت مرحلة علاجي عمري 8 سنين. أصبت مرض سرطان الدم. طبعا أكيد كانت صدمة في البداية إنه يعني مرض شادن، يعني كناش متوقعين يعني إنه تكون هيك وضعها. فهي هاي كانت مرحلة مش طبيعية. أوكي، إحنا دومنا أول سنة يومياً بالمستشفى. بالنسبة لشادن هي أصعب نقطة سقوط الشعر تاعها. أنا كنت هيك زعلانة لأنه سقط شعري وكنت مريضة وما كانوا يحسسوني صحبات إنه مريضة، بس أنا أحس من جوا إنه أنا مريضة بيناتهم. إنه الحالة النفسية للمريض، إيش مكان المرض؟ إيش مكان المرض؟ الحالة النفسية وهمته بموت. فالحمد لله رب العالمين، احنا البنت بتاعتنا يعني وهي حتى بالمستشفى كنت رافع معنوياتها ونفسيتها، وحتى غرفتها كنت كل اسبوع اغيرها ديكورها وهي نايمة بالمستشفى. Only 10% of cancer patients who need palliative care, they actually go to palliative care. One of the main challenges in Jordan is that we have a very poor awareness when it comes to palliative care among healthcare workers and among people. Shaden, this innocent child, she has blood leukemia. Shaden was transferred for our activities. At start, Shaden was very depressed, frustrated, and sad. Oh, بس قبل كنت هيك عز من زاوية ما أحكي مع حدا. شادن أول ما إجت ما كانت يعني من عادي مع أمها قاعدة تعالي إلعبي، أوكي ما جي ألعب، ما كانت تيجي يعني هيك بعيدة خلص إنه من زاوية لحالها، يعني ممكن تحكي مع صحباتها المرضى يعني عم بتشارك معهم تقعد معهم إيش مثل هيك. والجمعية برضو ما قصروا وصاروا يدعموا فيها هي وجميع الأطفال، يعني مش إنه يعني طلعت بس من حالة العزل، طلعت من حالة العزل يعني كانت في انطواء عندها كتير، كانت شوي شوي يعني ما قصروش معها عن جد الجمعية، والله ما قصروا جمعيتنا. فالحمد صرت أتواصل مع الناس أكتر هيك مع الجمعية، صرت أروح، صرت أتخلط مع الناس هيك. The event is basically playing, entertainment, and doing some games. But actually, it was all carefully focused to give the kids some tips. How can they talk about their feelings? How can they reflect? How can they share their experiences?
And how can they take some practical solutions so that they can face the disease in much positive way? يعني من كل لعبة بنعملها اللعبة هاي لها هدف كمثلا تعزيز الثقة بالنفس للأطفال تعزيز روح الفريق كيف يتشاركوا سوا أنا بحس إنه في عندي موهبة في الغناء بحب أغني دائما إنه هي خلص إنه بتحب دائما إنها تغني تبسط الكل لازم يعني كل مرة خلص تكون محضرة إشي يعني حتى لما يكون عندنا مثلا حفلة عيد الأم أو يكون مثلا عندنا نشاط وطني رمضان عيد كل مرة بتحضر أغنية لمناسبة شكل أنا أصلا بشعر إنه لما أكون مع الجمعية إنه مع عائلتي زي خواتي زي إخواني وبحس إنه أنا قاعدة مع عائلتي Now you can see Shaden. She's full of joy. She's energetic. She now telling stories, telling poem to others, and you can see her full of energetic. And this illustrates actually the spirit of palliative care. We are not adding days to life. We add life to days.